يقول أن السيد المالكي قد حفظ للسيد المشهداني هذا الدور الذي لعبه في هذه الجلسة، والسيد السوداني المالكي وفي جدا بأن يرد الفضل للآخرين بأنه عطل هذه الجلسة، وبالتالي حصل ما حصل للتيار الصدري في وقتها. هكذا ناس تفكر وبصوت عالي، هذه تهمة حقيقية، لو هذه مجافات للحقيقة. بالعكس، السيد المالكي واضح من يعني عندما يعمل أو يتصرف فبالتأكيد هو من أجل العراق، ولا يكون هناك تصرفه يعني متخندق إلى طائفة أو إلى مكون أو إلى حزب، بقدر ما يكون تصرفه طبعا إلى المصلحة العامة. وأنتم تعلمون السيد المالكي الآن هو ليس لديه أي منصب تنفيذي، ولكن هو بالسياسة لنقول يعني الاعتدال عنوان له، وأنتم تعلمون الأمور لا تمر إلا من خلاله، وهذا طبعا هذا الشيء هو ليس ما يريد، وإنما هي الأمور هكذا تجري. لكن العبارة التي قلت بها أنت أنه لا كل الأمور لا تمر إلا من خلال المالكي، أمور من التي يجب أن لا تمر أو لن تمر إلا من خلال المالكي سيد السكيني؟ الأمور التي تتحدث بها جنابك ويتحدث بها الشارع، والسيد المالكي طبعا لا يريد هذا، ولكن الأمور هي هكذا أصبحت، وهذا دليل على أن السيد المالكي ليس لديه مطامع شخصية، وإنما من خلال هذا الإيثار هذه الأمور التي تمر، هي طبعا ليس مصالح فردية إلى السيد المالكي بقدر ما هي للمصلحة العامة وللوطن ولكل مكونات. رد الفضل للمشهداني لأنه عطل الصدريين. لا عفوا، نحن نعم نحن لا يعني نبني عملنا السياسي على يعني كسر الآخر سياسيا أو يعني انزوائه إلى زاوية لا تخدم الوطن. نحن مع التيار الصدري أخوة، والوضع السياسي والعمل السياسي نعم قد ينتج عنه أمور يعني، ولكن في الأخيرة في المحصلة السيد الصدر هو طبعا داعم لأي عمل وطني، والأمور كما شاهدتم يعني تم تشكيل الحكومة بعد ذلك، والأمور سارية وجارية، ولكن نأمل من الحكومة التنفيذية يعني الأزيد والأكثر إن شاء الله، ويعني نريد أن يكون هناك تكامل بالعمل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. تمام. ولنتيح الفرصة إلى السيد المشهداني، وإذا كان خيار السيد المالكي للسيد المشهداني يصف في يعني المصلحة الوطنية وينجح السيد المشهداني بهذا الاختيار فهذا جيد، وإذا كان هناك من قبل الجميع اختيار السيد المشهداني فلا ضير من ذلك، يعني الأمور في خواتيمها إن شاء الله تمشي الأمور. احنا دائما نقول الأمور في خواتيمها.